كيفية إضافة وحدة نمطية لنظام التعليم الإلكتروني Blackboard من الصفحة الرئيسية لنظام Blackboard، وفي الأعلى نقوم بالضغط على إضافة وحدة نمطية، وعملية الإضافة تتم بالضغط على اسم هذه الوحدة، ولإضافة الحاسبة نقوم بالضغط على الحاسبة، ولحذف الحاسبة نقوم بالضغط على إزالة، لإضافة الحاسبة نقوم بالضغط على إضافة، ولإضافة المهام نقوم بالضغط على إضافة، ولإضافة التنبيهات نقوم بالضغط على إضافة، وللتأكد من أنه تمت عملية الإضافة بنجاح نقوم بالضغط على الصفحة الرئيسية. هذه هي الحاسبة، وهذه هي المهام، وهذه هي التنبيهات.